إلى أبو بكر بذيب. سيد أبو بكر، إذن أشار أيضا ممثل جنوب أفريقيا في كلماته أمام محكمة العدل إلى أن التهجير القسري والحصار دليل على الإبادة الجمعية، إلى جانب ما ذكره دكتور تريسينو منذ قليل. إذن كيف تسهم الدعوة في إثبات إدانة إسرائيل رغم ما تقدمت به ألمانيا للدفاع عن إسرائيل؟ شكرا جزيلا وشكرا للضيوف والمشاهدين. كثير من الأطراف السياسية والقانونية تفاجأت بالسردية التي وضعتها جنوب أفريقيا وقدمتها، واللي هي كانت متراكمة عن خبرات سابقة استطاعت من خلالها تقديم مفهوم وتعريف الإبادة الجماعية، وأسقطته حقيقة على ما تقوم به إسرائيل. ولم تكتفي بذلك، بل تحدثت على الجانب الآخر. إذا الأطراف الأخرى، إن كانت إسرائيل أو الدول التي تدعمها، تدعي أن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية، فما هي الإبادة الجماعية في نظرهم؟ وإن ادعوا بأن ذلك جزء من دفاع عن النفس، كل وأنا المواثيق لهذا الدولية. السبب سألت عن هذا التعريف، ودكتور تريستينو أوضح أن كل ما يفعله جيش الاحتلال في غزة هو إبادة جماعية بحسب القانون والمواثيق. نعم، وهذا بالفعل ما تم الحديث عنه خلال الفترة الماضية كلها. أنا في تصوري أن ما قامت به ألمانيا هي مناورة إذا صح التعبير، لها بعدين قانوني وسياسي. وأنا أعتقد في قادم الأيام لن تكون ألمانيا فقط ستقوم بذلك، لأنهم يعرفون أن مثل هذه المناورات السياسية تتطلب، ينص عليها قانون محكمة العدل الدولية، ويتطلب إعادة النظر فيها والاستماع لها وأخذها بعين الاعتبار. وبالتالي ليست ألمانيا فقط خلال الفترة القادمة التي ستقوم بذلك، لأنهم يعرفون أن هذه المناورة تتجه بإطالة أمد اتخاذ حتى على مستوى التدابير العاجلة التي طلبتها جنوب أفريقيا، وستقوم أيضا في نفس الوقت بمنح الفرصة الأكبر للوصول لإتمام إسرائيل إذا صح التعبير. هل تقصد المزيد من الدول الأوروبية أن هذا نوع من أنواع الضغط لتغيير نعم. مواقف أوروبية؟ ليس نوع من أنواع الضغط، ولكن في حديث الأستاذ من ريفلبول تحدث على أنه من حق كل الأطراف، يعني من حق الطرف الجنوب أفريقي ما تقدم به لإثبات الإبادة الجماعية على إسرائيل، يمكن كثير من الدول أن تقف في صف جنوب أفريقيا وإثبات حجتها. وأيضا الطرف الآخر اللي هو الطرف المدان أو الطرف المتهم بالإبادة الجماعية وهي إسرائيل، في هذا الموقف عندما قام التنسيق ما بين إسرائيل وألمانيا باتجاه أن ألمانيا تقوم كطرف ثالث، ستدفع إسرائيل في قادم الأيام وفي قادم الأسابيع أطراف أخرى لتقديم بعض الحجج، لأن ذلك يسهم في إطالة وإعاقة اتخاذ القرار الذي يمكن أن يكون في حال عدم وجود طرف ثالث يدعم الطرف طيب الإسرائيلي أو في الطرف هذه الفلسطيني. النقطة